حسن قتل واحد بس، وانت هتقتل عيلة بحالها وهتقتل نفسك. سامحيني يا ابني، سامحني يا حسن، الفلوس لازم ترجع لاصحابها. سبقنا. محمود مش ممكن يعمل كده، محدش يعرف مكان الشنطة غيره. مش جايز يكون حسن عارف مكانها، مش جايز اتسرقت، مش جايز. انت عملت اللي عليك، كلنا حاولنا ننقذ محمود من نفسه، لكن محمود خلاص خطى برجليه لنا. سبع الفلوس الشنطة. بينا عتريس. أنا خايف نتأخر. لسه بدري، الطيارة هتوصل بعد الفجر بشوية. المهم نوصل في الميعاد، دي مسألة حياة أو موت. والطيارة إزاي هتنزل في الصحراء؟ أنا شاكك في الحكاية دي يا حسن. هتشوف يا ابو حنفي، الفلوس تساوي العجايب. اخوك هو اللي قتل نفسه، حسن مجرم انين. بتشاور لمين؟ الدليل اللي هيخش معانا الصح. أهو جاي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ميركا. هي الطيارة هتوصل الساعة كام بالظبط؟ عتريس بيقول هتوصل بعد الفجر. انت ساكت ليه؟ اسالني عن الطريق، الباقي علمه عند الله. هو ده المكان؟ ان شاء الله. انا عايز اعرف ازاي الطياره هتنزل في حته زي دي، وازاي اي طياره تقدر تدخل وتخرج بالسهوله دي. هي البلد فاضيه يا حسن. يا حسن الفار بيلعب في عبي، احنا لسه عندنا فرصه، العربيه معانا والوقت لسه بدري، وفي مليون طريقه عشان. اسكت. اتوكل انا وعاود، الطياره معادها الفجر. حسن بالسلامه يا شيخ العرب. السلام عليكم. انت هترجع لوحدك في الصحراء؟ الصحراء دارنا والنجم صديقنا. انت رايح فين؟ سيبه عتريس. اسيبه ازاي يا سابع؟ مين يعرف مكاننا وسرنا غيره؟ الخيانه طبع الجبان. وافرض ما جاتش الطياره، مين هيرجعنا تاني؟ وافرض ما جاتش الطياره، هنرجع تاني يا عتريس؟ بس انا بقى مش ممكن اسيبه، يقدر يمشي لما الطياره تيجي. عندك حق يا عتريس، احنا ما بنخونش حد يا شيخ العرب، بس الاحتياط واجب ولا ايه؟ مظبوط. لا يا اخويا، انت بتبص لي كده ليه يا محمود؟ خايف نكون ماشيين في سكه غلط. هي دي اخره السكه الغلط اللي مشينا فيها من زمان يا محمود. ندمان؟ هو الميت بيندم؟
ما تقولش كده، انت هتعيش يا حسن. انا ما تهمنيش نفسي، المهم انت. اوعى تفتكر ان انا نسيتك، انا دفعت تمن هروبي انا وانت، الطياره هتشيل اتنين بدل واحد. يعني كنت متاكد اني حاجه اسلمك الشنطه؟ زي ما انا متاكد انك اخويا يا محمود. وعدريس مش هيجي معانا؟ عدريس مش اخويا. حسن، عدريس ما يعرفش حاجه. وافرض انه عارف؟ اللي مشي في سكه لازم يكملها. عشان كده وافقت ان الدليل يمشي. الدليل فين؟ متلقح نايم في ظهر العربية. راح فين؟ هتلقح جنبه، بس مش هنام يا عدريس. أنا عملت كده عشانك. حسن، حسن، تعال. عدريس. أيوه عدريس. لما بانت نيته قتلته. يعني إيه؟ تانك البنزين فاضي والعربية ما فيهاش ولا نقطة. مش ممكن يكون هو اللي فضاها. أمال يعني هيكون مين؟ ولا اكل ولا ميه ولا طياره. مصيادك كان فيه اربع فيران ودلوقتي بقوا ثلاثه، ومين عارف مين اللي هيفضل في الاخر. اللي معاه ده محمود. يا حسن هتوصل، لازم هتوصل، لازم هتوصل. مش هتوصل يا حسن. الطيارة كان معادها الفجر يا ابو علي. الطيارة جاية. الطيارة مش هتيجي. ايه اللي خلى الدليل يفضل تانك البنزين؟ وما سألتوش ليه لما تقتلوا عدريس؟ هيفيد بيه السؤال؟ احنا اتغدر بينا يا حسن، اتغدر بينا. لا لا، الطيارة لازم توصل، الطيارة لازم توصل. ضحكوا علينا زي ما ضحكت عليهم ولا كتير غيرهم. احنا ما ضحكناش على حد يا محمود. لا، ضحكنا عليهم كلهم. ضحكنا على اللي حبونا يا حسن. فاكر؟ فاكر لولا يا حسن؟ فاكر قمر؟ فاكر فاطمه؟ فاطمه حامل مستنيه الولد. ابني يا حسن. محمود، فوقي نفسك يا محمود. اوعى تفتكر اني بخرف يا حسن. بالعكس، انا فايق بس عطشان، عطشان قوي. يا ترى ثمنها كام شربت الميه دلوقتي يا حسن؟ تسوى كام؟ تسوى 50,000 جنيه؟ لو استنينا اكتر من كده هتسوى 100,000. والعمر غالي يا ابو علي. ناولني الشنطه يا حسن. انت اتجننت يا عتريس؟ ارمي المسدس اللي في جيبك واسمعني كويس. عايز فلوس يا عتريس؟ ايه؟ خد الفلوس محمود. تقول عقوبة، تقول الفلوس تعمل مستحيل. محمود، عدريس عايز الفلوس يا حسن. خد الفلوس، خد الفلوس يا محمود. أنا مش عاوز الفلوس يا محمود. إحنا شركة،
أو كنا شركة، بس أنا كمان اتغدر بيا. أنا من الأول عارف إن الطيارة ما تشيلش غير اتنين، يعني ما كانش ليا مكان في الطيارة ولا نصيب في الفلوس. أمال إيه اللي أنت عاوزه يا عتريس؟ نص اللي في الشنطة. وبعدين؟ همشي. هتروح فين؟ في الدنيا لسه نهار، يعني في أمل. عندك خد 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 كل اللي فاضل لنا من الدنيا، 50,000 جنيه يا حسن.